والسلام عليكم من واشنطن. أنا اسمي جوال أمد، أنا مساعد أستاذ للدراسات الأمنية بالمركز الأفريقي في هيئة الدراسة على الشباب والسلام والأمن. أود أن أرحب بكم ترحيبا حارا لزملائي وأصدقائي عبر القارة وهنا في أمريكا، والذين سينضمون إلينا اليوم، الذين يعملون في القطاع الأمني والقوات المسلحة. هذا الندوة مبنية على تحت عنوان برنامجنا الانتفاخ الشبابي والتقدم إلى الأمام والأمن في أفريقيا. فيها نركز فيها على الانتفاخ الشريحة الشبابية في المجتمع الأفريقي. قبل أن أقدم متحدثي اليوم ونبدأ الحوار، أود أن أحول الكلمة إلى سيدة الدوري للكلمات الترحيبية الافتتاحية. شكرا دكتور جويل، وصباح الخير. بونجور بونديان، السلام عليكم، أهلا بكم. مسرورة كي أكون معكم صباح اليوم من المركز الأفريقي في واشنطن، في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن. كما قال الدكتور جويل، أنا اسمي إيماندا دوري، ويشرفني أن كوني أنا أعمل كالمدير العام للمركز الأفريقي، ويسرني أن أتشارك مع الاتحاد الأفريقي مكتب المبعوثية للشباب والسلام والبرامج التي هي من أجل الاستمرار في سلسلة الندوات الإلكترونية من أجل قضايا أفريقيا. يسرنا أننا موجودين مع فريق فريد من المتحدثين الذين يوصلون صوت الشباب العاملين أيضا في القطاع الاجتماعي والأمني. فالمشتركين يأتون من أكثر من 40 دولة أفريقية وعشر دول أوروبية وأمريكا طبعا، الولايات المتحدة. ويسرني أن نجري نقاشا ممتازا. الذين منكم لا يعرفون المركز الأفريقي، نحن شرعتنا إلى الوجود قانون من الكونغرس الأمريكي قبل سنوات للقيام بالبحوث حول قضايا الأمن في أفريقيا، وكيف تتشارك الولايات المتحدة مع بلدان أفريقيا نحو حل هذه المشاكل والتحديات. الفكرة فيها تأمين وتوفير السلام للدول الأفريقية من خلال المؤسسات التي هي محاسبة تحت ومساءلة من قبل مواطنيها، من ضمنها برنامج اليوم التي هي جزء من دعم هذا الرؤية والرغبة حول التعلم من النظراء والحوار وتشخيص أحسن السبل لإيجاد الحلول الاستراتيجية. قبل أن أحول الكلمة إلى الدكتور جويل، أحب أن أقول باختصار أن بحوثنا نتائجها موجودة على موقعنا، ويمكن أن تذهب إلى www.africa.org بلغات متعددة مترجمة. وأحب أن أقول أيضا أنه أجدد منشورة منا تركز على الانتخابات الجوهرية القادمة في سنة 2023، وحيث ستجرى انتخابات رئاسية مهمة وبرلمانية في سبع بلدان، التي هي من أكثرها البلدان حجما من ليبيريا وغابون ونيجيريا ومدغشقر. فهنالك الكثير من الأهمية في الانتخابات القادمة، وحوالي ثلث تعداد أفريقيا موجودة بالبلدان هذه القليلة فقط. فستكون انتخابات جوهرية، والدور التي ستلعبه الشباب في إشراحها الاجتماعي وتعبيرها عن ذاتها ستكون نقطة مهمة. بهذا أحب أن أنهي ترحيبي وأحول الكلمة إلى دكتور جويل للابتداء بالبرنامج. شكرا سيدة دويل. دعوني أقدم غاية اليوم من الندوة. في هذا الندوة نود أن نشرح فيها أسس القطاع الأمني والحكم الصالح فيها التي هي دائما مساءلة. نود أن نشاطركم التجارب الأحسن والأمثل في أفريقيا، وأن نشرح وأن نتفحص ونغوص الأساليب العملية على كيفية تحسين الانخراط الشبابي في القطاعات الأمنية عبر القارة الأفريقية. المتحدثين سيوضحون
كلماتهم الكثير كيفية القيام بما نفعله وكيف هذا ستؤثر على كافة القارة. دعوني أقدم المتحدثين كي ندخل للنقاش. يسرني أن أرحب بثلاث خبراء ساعدونا على تكوين أهداف هذا الندوة عن طريق معلوماتهم الثرية. لديكم سيراتهم الكاملة على الموقع وموجودة في الموقع الدردشة، فأذكر بعض النقاط الرئيسية عن كل واحد منكم. أبدأ العقيد أبونجاي، سأقرأه باللغة الفرنسية. Le colonel à la retraite Abdoul Ndiaye est l'ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale du président de la République du Sénégal. Entré en service militaire en 1986, le colonel Ndiaye a occupé plusieurs postes au sein de l'armée sénégalaise, notamment des fonctions d'artillerie opérationnelle, des fonctions à l'état-major et des fonctions à la direction des services en tant que chef de la division stratégie des médias. Le colonel à la retraite Ndiaye est diplômé de plusieurs institutions civiles et militaires dans le monde, notamment au Sénégal, au Mali, au Ghana, en France et en Italie. Very welcome, Colonel Ndiaye. Now, let me turn over to Dr. Rooks Akho. دعوني أحول الكلمة. Dr. Rooks Akho is a senior analyst with the political affairs and security department of the African Union. الدكتور أوكانو هو محلل في إدارة الشؤون السياسية والسلام، وعمل في المفوضية الاتحاد الأفريقي، وعمل مع في برامج الشباب والسلام والأمن في أفريقيا، وساهم في العمل في نزع النزاعات والإنذار المبكر. هو محامي مؤهل ويعمل في حصل على درجة الدكتوراه في العدالة البيئية والإدارة الموارد. أهلا بك دكتور. شكرا. دعوني الآن أرحب أيضا زميلتي العزيزة دكتورة كاترين لينا، هي مساعدة عميدة للأستاذ والعدل وسيادة القانون في المركز الإفريقي. عملها تركز على السياسة والديمقراطة الحزبية وسيادة القانون وحوكمة قطاع الأمن وجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وهي رئيسة هيئة التدريس لحقيبة سيادة القانون وحوكمة قطاع الأمن فضلا عن حقيبة مكافحة الجريمة والمنظمة. لديها شهادة دكتوراه في من جامعة دي بروسيل، وشهادة MBA من جامعة واشنطن من سانت لويس. هي هيئة عضوة في هيئة العلاقات الخارجية. يسرنا أن تكون معنا على جلستنا، فلنبدأ الحوار الآن. لهذا الجلسة سأبدأ بالدكتور كان كيلي. دكتور كيلي، لديك حوالي 7 دقائق كي تخاطب فيها السؤال الأول، والأمل فيها أن نضع النبرة الأولية والخط الأساسي ما تعنيه أهمية القطاع الأمني وما دور الشباب فيها. فسؤالي، هل يمكن أن تشرح لنا ما نعنيه بالحكم أو حوكمة القطاع الأمني، ولماذا بالنسبة للشباب هذا مهم كي يفهموا أهمية الجانب الأمني وأدوارهم ودورهم وأهميتها بالنسبة الأفريقية؟ شكرا دكتور جوال، أهلا بكم جميعا الذي انضم إلينا صباح اليوم. يسرنا أنكم معنا اليوم. فالقطاع الأمني ما هي وما ليست؟ أول شيء أعتقد ما يجدير بالذكر أنكم ستجدون أنه في وثائق كثيرة مكتوب أشياء كثيرة حولها، أن الحوكمة ليست الحكومة. فالحكومة هي مؤسسات الدولة التي قد تكون مسؤولة على توصيل أجزاء من الأمن، لكن الحوكمة عبارة عن شيء أوسع. فالحوكمة تعني القواعد إلى الأساليب المتبعة والإجراءات وممارسات متبعة التي هي رسمية وغير رسمية كي تكون موجودة في مكان من السياسة العامة وجزء من الحياة الاجتماعية ومن الممارسات اليومية. ونحن ننظر إلى المدايات الواسعة من هذه الإجراءات والممارسات في بالجانب العام والغير العام.
السلطة والإدارة تتكل عليها، وكثيرا ما تركز فيها على ما تحصل في بلد على مستوى وطني لإنتاج الأمن وسياسات القرارات الأمنية واستراتيجياتها، نشاطات ومشاريع وبرامج. فعندما ننظر إلى كيف مجموعة كبيرة من اللاعبين يعملون مع بعضهم لتأمين الأمن التي هي مركزة على مصلحة المواطن، فالحوكمة الصالحة تحصل عندما يكون في شفافية واعتبار ومسؤولية التصرف تجاه المواطنين المبنية على سيطرة الحكم المدني على القطاع الأمني. كلمات رنانة لكنها تعني أن هنالك رقابة وعيون مراقبة لما تحصل على جانب القطاع الأمني التي هي تحكم حياة المواطن في داخل الدولة، التي قد تكون أيضا في بعض المجالات فيها نوع من الشراكة ما بين البلد وبلدان أجنبية، تعتمد على الموازنة ما بين أفرع الحكومة المختلفة وعلى الشفافية والمؤسسات والإجراءات المتبعة للتأكيد بأن هذه الأسلوب توصل بشكل جيد بشكل فعال وما إلى ذلك. فهذا يعطينا فكرة عما نتحدث عنه، مدى واسع من المؤسسات والإجراءات واللاعبين منخرطين في هذا العمل. وأحد الموارد التي يجب أن نرجع إليها هي مركز جنيفا لحوكمة القطاع الأمني، هو يعتمد على حوكمة القطاع الأمني الجيدة، وهي مهمة جدا لإعادة قولها للحاضرين. أولا المساءلة، هناك توقعات واضحة للغرض الأمني والسلطات التي تستطيع أن ترى إذا هل هذه التوقعات تم الإيفاء بها أو إذا لم يتم الإيفاء بها. هذا هو المبدأ الأول. ثانيا المبدأ الثاني هي مسألة الشفافية، المعلومات التي متاحة بشأن كيف تعرض الأمن للناس. أولا ثالث واحد هو سيادة القانون، بمعنى أن الجميع يعامل بنفس الطريقة، سواء كان إن هو أو تحت القانون، سواء هم المحكومين أو الحاكمين أو المواطنين، وأيضا يلتزمون بالقوانين، وهذه القوانين معروفة ويتم تنفيذها بلا تحيز وطبقا للمعايير المحلية والدولية وحقوق الإنسان. المشاركة أيضا مهمة، وهذا كان أصوات الشباب بتحتاج إلى أن ترفع أكثر، فكل الأشخاص من كل حسب النوع الاجتماعي أو الخلفيات المختلفة المنخرطين في القطاع الأمني، سواء كانت وضع استراتيجية أمنية أو السياسات المتعلقة بالنظام الأمني أو المعلومات المتعلقة بالدفاع أو الأمن، الجميع لابد أن يكون له مصلحة أو يكون له طريقة لأن يرفع صوته ويعبر عن رأيه. ثم مسألة الاستجابة، بمعنى أن اللاعبين المنخرطين في القطاع الأمني لابد أن يفون باحتياجات المواطنين وخبرة المواطنين وأيضا تحديات التي تواجه المواطنين ومدى الفاعلية والكفاءة. هذه المبادئ بتتعامل مع كيف أن الموارد الأمنية يتم إدارتها وكيف أن يتم تطبيق السياسات الأمنية حسب احتياجات المواطنين. والشباب هم قطاع كبير من المجتمع وفي كثير من الدول الأفريقية، وبالتالي لابد أن يكونوا جزء رئيسي من حوكمة القطاع الأمني في تلك الدول. وحبيت أن أقضي بقية ال7 دقائق أن أتحدث عن من المنخرط في حوكمة القطاع الأمني، من هم الأشخاص وما هي المؤسسات المنخرطة في هذا العمل. لقد ذكرت سابقا أن بالنسبة لنظام التحقق والتوازن حسب السلطات الحكومة 3، هناك عناصر رئيسية لجعل حوكمة القطاع الأمني تعمل بكفاءة. فعلى سبيل المثال أحدهما هي تقوية التحقق من قبل المدنيين على السلطة العسكرية
القطاع الأمني، وهذا ما مهم موكل لهم، ما مهمة كبيرة، وحماية المواطنين وحماية أيضا المعلومات الأمنية. فهناك يعني سيطرة مدى واسع من السيطرة ممكن أن يتم أن تمارس من قبل البرلمان، من قبل القضاء، سواء كان النظام القضاء العسكري أو النظام القضاء العام داخل دول، يعني مثل مفوضية حقوق الإنسان المستقلة أو مفوضية مكافحة الفساد تلعب دورا أيضا في هذه المراقبة للوصول إلى حوكمة القطاع الأمني بالكفاءة. وفي القطاع الأمني هناك مؤسسات تلعب دورا أيضا في المراقبة على سلوكيات وأفعال وأنشطة القوات الدفاع والأمن، وفي كثير من الحالات بتخدم المواطنين أيضا عن طريق ممارسة هذه الأدوار والمسؤوليات. كل هذه المؤسسات يمكن أن تقوي من دور سيادة القانون وحكمة القطاع الأمني عندما يتأكدون أن لا يوجد هناك مؤسسة قطاع أمني يسمح لها أن تسيء استخدام سلطتها أو بطريقة تحكمية تستخدم القوة لمنع حقوق الأفراد. فلا بد أن أيضا لا يعني يكونوا معفيين من العقاب خارج نطاق هذه الأدوار. وبالممارسة الفعلية هذه المؤسسات تعمل بأقصى يعني درجة ممكنة، وسوف نناقشها فيما بعد خلال الأسئلة والأجوبة، أو ممكن تأتي باستراتيجيات للتعامل معها وتعبر عن آرائها أو تقدم معلومات. هذه مسألة رئيسية. ونقطة أخرى هامة هي اللاعبين الخارجين أو خوال المجتمع المدني. حوكمة القطاع الأمني الجيدة بتعتمد على عمل المجتمع المدني، مجموعات المجتمع المدني والمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تخبر الناس بالمعلومات عن القطاع الأمني إلى المواطنين، وأيضا يضم السلطات الدينية والعادات والتقاليد، المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية، لتبرز أولويات الشباب بشأن هذه القضايا المختلفة، حتى اللاعبين من غير القطاع الأمني لكي يكونوا جزء من هذه العوامل التي تعمل معا والتحقق والتوازن على سلطات البعض. فكيف أن الأمن كسلعة عامة كيف يتم توصيله للناس؟ فنتمنى أن ترون من خلال هذا لماذا لابد أن نهتم بحوكمة القطاع الأمني ونعرفه بصورة أفضل. المواطنين يعرفون أن الأمن مهم، وهذا مهم للتطوير ومهم للازدهار في شتى أنحاء العالم بما فيهم قارة أفريقيا، وهي مهمة القطاع الأمني في بلادكم لتوفيرها إلى الناس. وعندما يكون هناك حوكمة جيدة للقطاع الأمني هذه المؤسسات واللاعبين سيتعاملون يكملون بعضهم البعض لتأكد من أن القطاع الأمني الذي يسيطر على كل الأمور في البلاد وأنه يفي باحتياجات المواطنين ولا يشكل أي تهديد الذي يمنعهم من الإفاء ببقية مهامهم. فهم يخدمون ويحمون المواطنين، وزيادة الحوار ما بين القطاع الأمني والشباب الأفريقي اللي في المحضر وفي الريف والرجال والنساء والأولاد والبنات هذا جزء مهم جدا لجعل القطاع الأمني يكون أكثر وضوحا ومفيد. سأتوقف عند هذا الحد. شكرا دكتورة كيلي، أعتقد أن هذه مقدمة جيدة. والآن ننتقل إلى الدكتور روكسي الزميل الدكتور من الاتحاد الأفريقي. فدكتور روكسي، دكتور روكسي لو يعني السؤال مطروح عليك من منظور الاتحاد الأفريقي، كيف يتم توجيه القطاع الأمني لمعرفة الأجندة بالكامل في قارة أفريقيا؟ فلتتفضل. مشكورا، شكرا جزيلا جول، أنا سعيد جدا برؤيتك اليوم.
وأيضا سعيد مع زملائي الآخرون المتحدثون كات وكاملا، وأرحب بالجميع الذين انضموا إلينا، وأنا سعيد أن هناك عدد كبير من الحاضرون اليوم على هذه المنصة. ولتوفيرا للوقت سوف أدخل مباشرة في السؤال. أحد الأشياء التي يمكن أن نقوم بها نبدأ بما هي يعني اللي هو الحوار الأساسي بالنسبة للشباب والقطاع الأمني قبل أن نتحدث عن مسألة الحوكمة. فأول شيء بيطرأ على أذهاننا عندما نتوقف يعني الشباب والقطاع الأمني، إذا تريد الفصل ما بين الأثنين، يعني هذا عدم الثقة الموجودة بين الأثنين. وأعتقد أن في كل يعني على والجدير بالذكر أن هذه المسألة من عدم الثقة اللي هي موجودة في الهيكل لفترة زمنية طويلة ما بين ما يجب أن يكون عليه المشارك الأساسية لكلاهما لأمن البلاد. والأمن هنا أنا بأشير إلى تعريف اللي كما يستخدم في الاتحاد الأفريقي اللي هو بيشير إلى الأثنان اللي هو توجيه الدولة وأيضا الأمن البشري. والسؤال هنا المطروح هو ماذا يجب أن نفعل، وأعتقد أن كات تطرقت إلى هذا الموضوع أثناء حوارها وبعض المبادئ التي ذكرتها كات في المشاركة في مثل هذا النقاش، بحيث نسترسل فيه. لقد أشارت كات إلى أسئلة حول ماذا يجعل المبادئ السبع. أنا سوف أشير إلى ثلاثة من هذه المبادئ كأمثلة أساسية. أولاهما هي مسألة المسألة. ماذا يطرى على ذهني عندما نقول كلمة المسألة؟ شخص يكون مسؤول، ولا بد أن نعرف في هذه الحالة ماذا يستطيع أن يفعل، ما هي حدود عملهم، وما هي العواقب عندما هو يتعدى حدوده. بمعنى آخر، هذا الحوار يحتاج إلى معرفة. هذه المسألة الأولى. والنقطة الثانية هي مسألة الشفافية. عندما نتحدث عن الشفافية ماذا نشير إلى بهذه الكلمة؟ يعني أن الأشياء هي غير مختبئة، هي ليست فيها يعني غموض أو عدم وضوح. فإذا كان سيكون هناك مثال يعني اختبار للشباب لا يستيقظون وسط الليل وثم يقفزون بالشوارع في الصباح، هناك إجراءات، وخلال هذه الإجراءات القطاع الأمني الشرطة في هذه الحالة يقدمون الحماية لكلاهما المواطنين والذين يشاركون في الاحتجاجات، والأمثلة عديدة. وكيف أن قلة المعلومات تولد عنه الصراع. النقطة الثالثة التي هي مسألة المشاركة. المشاركة أن الشباب لابد أن ينخرطوا في محاكمة القطاع الأمني، وهذا هو صميم هذا الحوار. ولكن بالنسبة أن يكونوا منخرطين ويشاركون بصورة فعالة في القطاع الأمني، هذا بيعود إلى النقطة الأولى التي ذكرتها، مسألة الثقة. ثانيا المعرفة، فلابد أن نكون على دراية بالهيكل، ماهية الهيكل وما هي القوة والحدود والعواقب قبل أن نفكر على المشاركة الفعالة بطريقة تكون ذات معنى. النقطة الثانية، لابد وأن نشارك معهم. والسؤال الكبير هنا كيف يتم؟ أولا هذه المرحلة من عدم الثقة لابد أن ننهيها، ولابد أن نشجع على الحوار مثل هذا الحوار الذي نجريه الآن، أن يتم ليس فقط على المنصات الدولية العالمية، ولكن لننظر إلى الدول الأعضاء وعلى المستوى المحلي، وعن هذه الدول الأعضاء لكي يفهمون الهيكل المختلف الموجود وكيف أنه بيشارك في توفير الأمن. هذا ضروري جدا.
جوال المسألة الأخرى التي يجب أن نأخذها في الاعتبار هي أن نربط الشباب YPS أو الشباب YPS هي أن نعترف بالدور والمشاركة للشباب للسلام والأمن. فهنا لا يختلف في التعريف عن قطاع إصلاحات أو حوكمة القطاع الأمني اللي هي موجودة اللي هي في وسط الدولة، وبالإضافة إلى أمن البشر، يعني كل الشباب يشاركون في هذا الأمر لكن لا يعلمون، سيقولون نعم أنا بقوم بعمل عمل المناصرة أو أنا بقوم بعمل مشاركة مجتمعية إلى أي غرض؟ ما هو الغرض الكبير التي تخدمه؟ هي كلها بتخدم حوكمة القطاع الأمني. فأعتقد أن المسألة الرئيسية التي نخرج بها من هذا الحوار هو ليست أن واحد يناسب الآخر لكن أو يكمل بعده، لا، وكلما بدأنا أن نفهم هذا الموضوع وأن يكون هناك إعادة تفكير في الأدوار الرئيسية التي تلعبها كل مؤسسة والديموغرافيا والمنظمات وأيا كان، نرجو أن تحت كل هذه المظلة الكبيرة تحت مظلة الأمن، هذا مهم للغاية. جوال، أنا بعرف أننا نريد أن ننهي الكلام بعد 7 دقائق، سأعطي العميد عبدول جزء من الوقت. شكرا دكتور روكس، يعني صعبت الأمور للعقيد عبدول من السنغال، وهذا الوقت للعقيد عبدول أن يتحدث عن خبرة السنغال في طريقة وكيف أنها تعني. فهو شخص عسكري وزملاؤه عادة يعني هو خبير بموضوع الثقة. العقيد عبدول تفضل، لديك 7 دقائق كي تركز فيها على السنغال وأن تحكي لنا حول السؤال. سنطرح السؤال بالفرنسي والعقيد عبدول يتحدث باللغة الفرنسية أيضا. ما هي الفرقة حول الإجراءات التي تصل من قبل القطاع الأمني كي من أجل الاستعانة بالشباب من أجل تشجيع الأمن والسلام؟ شكرا جزيلا جويل. مرحبا بالجميع، دكتور كيليد، أهلا دكتور روكس، أهلا السيدة أمدا توري، مرحبا جميعا بكافة اللغات المستمعين. كما قال زميلي الذي سبقني، نحن نعمل على الأجندة البرنامج الخاص ب 2023، وفيها نركز على الـ YPS وإصلاح القطاع الأمني. فأهميتها فائقة بصراحة، خاصة بالنسبة للحوكمة والشباب. إصلاح القطاعات يجب أن تحصل في كافة البلدان. في الماضي البلدان التي كانت فيها النزاعات، البلدان التي للتو خرجت من نزاعات كثيرة والبلدان كثيرة، فهناك عدم الاستقرار الواسع والمنتشر، فالأمن تحتاج إلى استجابة قوية. فنحتاج علينا أن نقوم بإصلاح القطاع الأمني، واللاعبين يجب أن يقوموا بإصلاح مبادئهم الكثيرة، وهذا أيضا بالنسبة للسنغال، من أجل حماية الناس. فمهم جدا أن نطور أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، والسنغال منخرطة جدا بهذه الأمر في موضوع الإصلاح الأمني. عليك أن تأخذ في نظر الاعتبار احتياجات الأفراد أهل المجتمع، وأيضا تحتاج أن تعلم حدود الإجراءات، وأن تفهم إنه الحكم بقطاعات مختلفة والموصولة بالاستراتيجية هنالك أساليب مختلفة
مؤسسة في داخل الدولة، ونريد أن نستعمل قرار 2050 لمجلس الأمن وفي المحور الثالث. فالحوكمة الرشيدة هدفها تقوية المؤسسات بمجملها، فنحتاج إلى تقوية الحوكمة والمؤسسات لحماية سيادة القانون كي نحمي المواطن من خلاله. في أغسطس الماضي السنغال تبنت أجندة وطني أمني معقدة التركيب، ونحن بصراحة معاييرنا فاقت المعايير الأساسية التي وضعت، وذلك في قطاعات الأمن الوطني، وحاولنا أن ننسق ونأتي بلاعبين مختلفين، فهذا مهم للقطاع الأمني. أعطيك بعض الأمثلة. الأجراءات التي اتخذت كانت أساسيا من أجل تحطيم اللاثقة وهدمها التي كانت موجودة في قلوب الناس، من أجل تقوية الثقة في الأقاليم المختلفة. فالقوات المسلحة اقترحت إصلاح في أساليب التجنيد. في الماضي كان في سوء إدارة في المسألة، والتي أدت إلى هجرة واسعة، وكان في الكثير من الإحساس بالإحباط حول كيفية تجنيد الناس. بالحقيقة الاعدادات البشرية عانت على ضوئها، وباستعانتنا بالإصلاح الجديد فنستعين بالإحصائيات حسب التعداد، وأسلوب التجنيد التي تم اتباعها في الماضي بهذا الأسلوب اللامركزي الآن نستعين بالإصلاح، وقمنا واستعملنا كفاءة الناس حسب الأقاليم قبل أن نجندهم. والمثال الثاني نعتمد على الإصلاح القطاع الأمني مع القوات المسلحة، فهم تبنوا الإصلاح القطاعي التي تحترم القواعد الدولية. تبنينا قرار 1325 التي تم تبنيها، تم إقرار عليه في مجلس الأمن، عفوا في مجلس الأمم المتحدة العام، وقرار 2003 على مستوى وطني في البندر 7 في 2009 تم تبنيه أيضا. فالبشر متساوون أمام القانون وفق نصوص هذه القرارات، كل رجل وامرأة وطفل. فتبني هذا البرنامج تساعد على قضية المساواة للناس، ومساواة الأدوار، ونركز فيها أيضا على القطاعات الاجتماعية. فنحن نواجه بعض رأينا النجاحات، ورأينا نجاحات أيضا بعيد عن قضية الهوية الجنسية. فالنساء أصبحنا لاعبات قويات وتلعبنا دور كبير في حماية القطاع الأمني، فنستعمل النصح والشورى النساء، وأيضا القوات المسلحة صوتهم أيضا مهم، صوتهن مهم. فهذه الاستراتيجية نستعين بالفارق والتفاوت الاجتماعي ونبرة وصوت الشباب، فبهذا نحصل على جودة أحسن،
ونحصل على نسيج تشكيلي أنسب في الجيش ومساواة أحسن للناس الذين يعتبرون ناس من الهيئات المسلحة في الدولة. وأخيرا القوات المسلحة تلعب دور أكثر وأوسع بصراحة من دورها العسكري التقليدي، وهذا في كل بلداننا، لأنه يعني نحن كما تعلمون نحن نمر بحروب مختلفة في أقاليمنا منذ 40 سنة، فالجيوش يمكنها أن تلعب أدوار كبيرة كحملات وكقوات في مواضيع الإغاثة الاجتماعية من النظافة والكوارث، ونساعد الشباب ونشجعهم من أجل أن يجندوا في القوات المسلحة، وهذا مهم للقطاع الأمني. فعلينا أن يجب أن يكون لدينا ناس شفافين وعالمين حاملين السلاح. شكرا جزيلا سيادة العقيد، معلومات ثرية ومهمة حول السنغال، وخصوصيات ما قلته عن السنغال مهم جدا. فأعود إلى الدكتورة كيلي، سمعت ما قال سيد روكس والعقيد أنجاي ما ذكره هو أيضا، والعمل لك أنت أن تعطينا بعض العناصر الرئيسية التي تذهب إلى طبيعة انطباع الناس حول الأمن في إفريقيا. جيد. أعتقد أولا أنا استعنت بالكراس أو مقياس البرامتر الأبر، فأنا كشخص لست من إفريقيا، علينا أن نؤشر لبعض البيانات الجيدة مقارنة من اللي عاشوها الناس الذين يعيشونها يوميا، فأعطيكم إحساس بمنظور من جانبي للذين. فإذا لا تعرف، إذا أكوا برامتر عبارة عن أداة استقراء للرأي العام التي هي عبارة عن مسوحات من باب إلى باب تم انتقاؤهم مسبقا بشكل عشوائي، وأرقامها كبيرة جدا، ونعملها كل 2 إلى 3 سنوات، ونعملها في 23 أو 34 دولة في القارة الأفريقية، وتعطينا مصادر وتعتبر مورد قوي للمعلومات وتمثيلية إلى بالنسبة لآراء الشعب والشباب والكبار من كل شرائح المجتمع وآرائهم حول قضايا مختلفة، منها الأمن وقطاع الحوكمة الأمنية وما إلى ذلك. فأول نقطة أذكره، إذا سألتم الناس ما هي أكبر مشاكلهم برأي كان أعمارهم، الأشياء التي يتفقوا عليها جميع قد لا تكون مرتبطة بالقضايا الأمنية، وإنما الأمن المواطن والإنساني، مثلا البطالة، الصحة، التعليم، أن يكون في بنية تحتية مناسبة، الأشياء التي تؤثر على أمنهم الحياتي، التنمية إلى حد ما، الحوكمة طبعا، وتوصيل الخدمات الحكومية لهم. وأعتقد لو سألت الشباب حول بالنسبة للشباب هي البطالة والتعليم التي هي شيء يهمهم وأن يرغبون في الحصول عليها، وأعتقد كلا هذين الشيئين لها تأثير على الأمن الأوسع، والحوكمة الأوسع للقطاع الأمني، ويجب على الناس التفكير فيها قدر المستطاع، فهي عواقب مثل هذه لها تأثير. فلو توجهنا إلى كيفية انطباع الناس عن قطاعاتهم الأمنية في بلدانهم بالخاصة، أعتقد أنه لدينا معلومات مناسبة حسب البلدان، مثل ما قال دكتور نجايا، يعني أساليب ارتباطاتهم وتواصلهم قد تكون مختلفة من بلد إلى بلد. نفس الشيء بالنسبة للثقة حسب الهيئات المختلفة ما بين الشرطة والجيش والنظام القضائي والمحاكم، أعضاء البرلمان الذين هم جزء، كلهم جزء من التنظيم والحكم والأمن وما إلى ذلك، السلطات التقليدية. والبرامتر تؤشر إلى نسبة ثقة الناس، والجيش عادة مرتبتها عالية، الشرطة والمحاكم مرتبتها أدنى، وبعض المسؤولين السياسيين حسب الشخص
ونسبة الناس ثقة ونسبة ثقة الناس بهم تتفاوت. لكن بعض الأشياء التي صاغت هذه الأشكال من الثقة هي تعتمد على الجيش والشرطة والجندرمرية والقوات الأمنية والمحاكم. ما هي طبيعة صلاتهم بالمواطن أو إذا كان لهم صلة بالمواطنين؟ وكما قال الدكتور روكس، يعني حتى ماضي القطاعات الأمنية في طريقة ارتباطها وتواصلها وتفاعلها مع المجتمع، وإذا كان في عناصر من اللاثقة وكيف صلحوها وكيف خاطبوها وكيف حولوها إلى هيئة أو إلى صيغة تخدم المواطنين لتلبية رغبات وآمال الشعب. أعتقد اللاثقة بالقوات الأمن أسبابها كثيرة. عدا هذه الأشياء الموروثة، هنالك انطباعات عن الفساد في الدفاع والأمن عبر الدولة عامة، وفي بعض البلدان الإحباط تجاه الاستجابات البطيئة للجرائم الاجتماعية، قد تكون بطء الشرطة، بطء التحقيق والقضائي أيضا. كل هذه المؤسسات التي هي من أجل خدمة الشعب كلها مرتبطة مع بعضها في سلسلة الخدمة القانونية، فهي تعمل ووفرتها للمواطن إذا هي موجودة أو إذا هي في مخيلتهم هي تعود إلى ما في أذهانهم تجاه الأمن. وطرق أخرى قد يكون الناس آراءهم حول هذه المسائل في موضوع الثقة بالأمن. بعض العناصر الجديدة، أنا يخطر على بالي مثلا بلدان حول العالم حتى، حيث كان في أشياء إيجابية وسلبية من ناحية الطباعات للناس حول آراء الناس. مثلا لما ضربت جائحة الكوفيد المجتمع وكيف تم إدارتها وكيف تم تسيير المجتمع وفق ما حصل، فكيف فعلوها وكيف وفروا الحماية للمواطنين. وطريقة أخرى أن الناس يعني في حياتهم اليومية بيتفاعلون بها مع القطاع الأمني أثناء الانتخابات أو كما ذكر الدكتور روكس أثناء الاحتجاجات، مهم للغاية إذا كنا نريد أن يكون لدينا حوكمة جيدة للقطاع الأمني وسيادة القانون، العلاقات جيدة، فلابد وأن إن الأمن يكون حسب الاحتياج أيضا، ونتأكد أن المواطنين لديهم الحق أن يعبرون بصورة سلمية عن آرائهم وإلى حتى مع الحكومة، وإذا اتبعوا الإجراءات واللوائح الموجودة قبل أن يعبرون عن آرائهم فسيكون هناك يعني حماية وتقبل من كل الطرفين وتحقيق الأهداف الدستورية. وأثناء الانتخابات أيضا وجدنا في العديد من الدول في القطاع الأمني مثلا يقدمون مثلا الأمن في المجال المحاكم في ملاوي مثلا، يعني كان في تحدي في المحاكم بسبب النتائج الانتخابات والاعتراض عليها المحكمة وهذه الشكوى التي والتهديدات الأمنية. فهناك طرق عديدة أن المواطنين ممكن ينظرون بطرق مختلفة إلى انخراط القطاع الأمني لكي يكون النظام العام للحكامة القطاع الأمني أفضل. وأعتقد أن عقيد جاي بيتحدث فيه أفضل مني، الشرطة والقوات العسكرية بيعملون أيضا مشاركة مدنية عسكرية، وهناك أيضا الشرطة المجتمعية يدخلون في المجتمع في بعض المجتمعات المحلية ليفهمون التحديات والمشاكل وبناء العلاقات ما بين الناس من الناس إلى الناس لكي تكون أكثر فعالية، بالإضافة إلى حتى القوات العسكرية لديهم مشاركة مدنية أيضا، بعضها بيتعامل مع القضايا البنية التحتية، والبعض قد يكون لبعض العناصر الأخرى والتحديات الأمنية اللي يهتم بها المواطنون. وأخيرا أقول يعني الأفرو بارامتر بيشير إلى أن الشباب
هم يقومون بكل المشاركات الاجتماعية اللي بيستطيعون القيام بها للاتصال بالقطاع الأمني ومن خلال العمل الوطني. على سبيل المثال مثلا يتواصلون مع أعضاء البرلمان اللي هم جزء من هذه العملية، وسيتواصلون من أعضاء الأحزاب السياسية اللي هم يريدون منهم أن يتصرفون نيابة عنهم ويحضرون الاجتماعات المحلية والاتصال مع المسؤولين الحكوميين المحليين وبشأن القضايا التي يهتمون بها والمشاركة المدنية وبعض هذه المفاهيم عن أي القنوات اللي بتكون أكثر فعالية. هي بتشرح جزء من نتائج الأفرو بارامتر في 18 دولة مختلفة الذي يبلغ عنها. سأتوقف هنا. شكرا دكتورة كالي، أعطتنا شيء كثير نفكر فيه. دعونا الآن ننتقل إلى الدكتور روكس. فاعتمادا على خبرتك الشخصية دكتور روكس، وتابعنا الانتخابات في القادمة في نيجيريا، فنريد أن نسمع منك بعض التوجهات العملية اللي ممكن يستخدمونها القادة ليتبنون مشاركة الشباب خاصة في القارة الأفريقية، وإذا استطعت أيضا تعطينا طرق وسائل معالجية كيف أن للقادة يمكن أن يشاركوا الشباب في هذه العمليات التي تؤثر على حوكمة القطاع الأمني. وننتقل الآن إلى الدكتور روكس، فليتفضل. مشكورا، شكرا جزيلا جول. أعتقد أن السؤال في بالنسبة لي كيف أن للحكومات ممكن أن تضم الشباب في القطاع في حوكمة القطاع الأمني. يعني أنا ذكرتها سابقا أن هي مسألة اللي هي الـ YPS، بمعنى أن نعترف بأن الشباب هم بناؤنا للسلام وهم بيؤثرون بصورة إيجابية على القطاع الأمني، ولا يهمنا أي قطاع معين بيشاركون فيه، لكن هناك دورا يلعبه الشباب ويبلغون المجتمع عن هذه هي سلطة الشرطة، وإذا الشرطة تعدت حدودها هذه هي العواقب، وهذا بيشارك في حوكمة القطاع الأمني. ولا أعتقد أننا نقول للحكومة نملي عليهم كيف يقومون بهذا العمل، لكن نحن لابد أن نركز أكثر على يعني إعطاء هذا الاعتراف للأدوار التي يلعبونها الشباب بالفعل في المجتمع. فهم لديهم هذه الأدوار، هم يلعبون بالفعل هذه الأدوار ويحتاجون إلى حماية وإلى دعم وتعزيز قدراتهم وخبراتهم لكي يزيدوا من مشاركتهم. ولا أيضا ننسى أن أيضا هناك البعض الذين لهم تأثير سلبي، ولكن بالنسبة للذين يعملون لتعزيز والمحافظة على هذه المؤسسات المتعددة وطريقة تعاملهم مع المجتمع، لابد وأن يتم الاعتراف بهم. لأن عندما نتحدث عن الشباب والقطاع الأمني، أي واحد منا ممكن يفكر في شاب صغير يبحث عن طريقة للوصول، لكن هذا ليس بالأمر. أنا يعني الآن أنا هناك 10 من السفراء الشباب يحاربون في المحكمة، وأنت على دراية الأحداث التي استضفناها أنا وأنت يا جوال. وهناك ملايين من الشباب الذين عندهم العلم والمعرفة وعلى استطاعة وعلى عندهم القدرة أن يضحون بوقتهم لتحسين مجتمعاتهم. فماذا نقول؟ هل نقول أننا نريد أن نخلقهم؟ هم بالفعل متواجدون، ولكن نحن نحتاج إلى نعطيهم الإطار والنساء الذي يساعدهم على أن يقومون بأعمال إضافية وفي هذا القطاع الأمني الذي نحن بصدده الآن، بسبب حالة عدم الثقة اللي موجودة والتي كانت تتواجد منذ فترة زمنية طويلة في القارة الأفريقية في الشباب الأفارقة.
وقرارات المجلس الأمن للأمم المتحدة عن بخصوص الشباب. ماذا يفعل هذا القضاء؟ لابد أن نتأكد أن هذه العناصر التي تحدثنا عنها هي في وثيقة واحدة، يعني مكان واحد في كل المعلومات، ولا يعني أن نحن نقود القارة بأسرها حيث يكون هذا الإطار الذي يقوم بتشجيع الدول الأعضاء أن يبحثون من الداخل عن والسياق الداخلي، ويعطون الشباب يعترفون بدورهم في المجتمع ويركزون على هذه الجوانب ويعطونها الأولوية عن طريق العمل مع دول الأعضاء والشباب، السفراء الشباب والاتحاد الأفريقي لتشجيع الدول الأعضاء لتبني خطة العمل الوطنية فيما يتعلق بالشباب والسلام والأمن. وهذا له معنى كبير، لأن هذا معنى أنت لا تتبنى فقط يعني خطة العمل الوطنية فقط اعتمادا على إطار معين، ولكن عن أجندة الشباب والأمن. فمثلا الشباب في عملية السلام، وهناك قرار الأمن مجلس الأمن حيث أن إطار للشباب والسلام والأمن، ثم نعمل تخصيص محلي على المستوى المحلي. فهذا ما نحن ندفع إليه الآن في الاتحاد الأفريقي. وسألت أيضا عن بعض وسائل العلاج، يعني نحن في الاتحاد الأفريقي أيضا نعتمد على أهمية المشاركة الشبابية في القطاع الأمني. وفي العام الماضي يعني في جومز والشباب في برنامج الشباب بأفريقيا و SSRDDR القسم، هذا القسم أيضا، ونحن كنا في جنوب السودان. هذه الدولة محتاج يعني مزيج من SSR وبعض العدالة، عناصر العدالة الانتقالية وحوار مع الشباب. ماذا ترون؟ كيف ترون أنفسكم في هذا الحوار؟ كيف ماذا تعني هذه الأشياء بالنسبة لكم؟ وكان من المثير أن من خلال النقاش مع الشباب كانوا يعتقدون أن هذا يتم فقط في جنوب السودان. ولذلك أنا دائما أردد وأقول التبادل الخبرات مهمة للغاية. يعني ودعني أعطي أيضا بالنسبة لمسألة الانتخابات. منذ عامين يعني قبل انتخابات إثيوبيا يعني كنت بتتكلم عن الديموغرافيا الكبيرة، نحن شعرنا أن الشباب محتاجين يخرجون أكثر ويشاركون أكثر، لأن إذا لم تكن تعرف القضايا أو تعرف النظام السياسي كيف سيضلون بأصواتهم في الانتخابات. وكان في هناك نقاش حول الشباب وأدوارهم في الحكومات والعمليات السياسية وأدوارهم في الانتخابات، وهي ثلاثة مختلفين عن بعض. والشباب من الجامبيا الذي يعني كان لهم تجربة مماثلة، وفي نيجيريا أيضا ودول أخرى، أن يشاركوا ويتبادلوا يشاركوا بخبراتهم وما مر عليهم وفي جدول زمني. سألنا الشباب، وأعتقد أن هذا التبادل وهذه التجربة يعني التعلم من القرين إلى القرين الآخر، لنثق في أن لا تحتاج إلى الساسة أن يتحدثون فقط، لكن هم على دراية بالإجراءات السياسية والمشاركة، ولكن هم هذه الخبرات دائما بتكون بيبعدون عن الشباب. لابد أن نشجع ونقدم الموارد المختلفة والمنصة والأموال والوقت لكي نتأكد أن هذا الحوار يستمر في الحدود. شكرا جو. شكرا دكتور روكس ودكتور كيلي. مثل دكتور كيلي أعطتنا الكثير نفكر فيه، وأتمنى أن زملائنا يستمعون إليكم وبدأون في كتابة الأسئلة.
فدعوني أنتقل إلى العقيد نونجاي، ونود أن تتحدث من خبرتك الشخصية إذا استطعت، وتعطينا ثلاث خطوات مهمة لحوكمة القطاع الأمني، مثلا للاعبين في مجال الأمن في السنغال، أو في لكي تؤكد أن الشباب والذين هم مهمشون يشاركون في السياسات وعمليات اتخاذ القرار للمشاركة الفعالة في القطاع الأمني. معك 5 أو 7 دقائق فلتتفضل، يعني تحدث من خبرتك الشخصية، هذا ما نريد أن نعرفه. شكرا جزيلا. شكرا. أنا شاهدت سؤال وجه لي سابقا فيما يتعلق باللاعبين في القطاع الأمني والشباب والتفاعل بينهما. فنحن لدينا خبرات في السنغال، في العام، في أول العام التي لسوء الحظ، وهل كانت على المستوى الوطني أو المستوى القارة؟ وهذا الشيء المهم اللي بيبين عدم الثقة، هو مسألة البطالة، النسبة العالية من البطالة بين الشباب. نحن قمنا بتحليل هيكل التعداد السكان في السنغال حسب تعداد السكان لعام 2016، بيّن أن أكثر من 60% من الشباب السنغاليين هم تحت 20 سنة، وهناك نسبة عالية من البطالة، فهذا يحتاجون إلى تدريب وتعليم، ويحتاجون أيضا أن يكون هناك عمل متاح لهم بعد ذلك. فمن حيث الشباب اللي هو أعمارهم فوق 15 سنة الذين يبحثون عن عمل، يمثلون نسبة كبيرة من الدولة. هناك بعض البرامج والمشروعات التي وضعت، وهناك أيضا برامج خاصة للخدمة المدنية، وهذه الهياكل المختلفة تعمل نحو خلق فرص عمل للشباب على الرغم من كل الجهود التي أخذت بتكون محدودة للشباب. وأيضا مهم جدا من وجهة نظري أن تكون هناك برامج جديدة من حيث تأثيرها على الشباب. أعتقد أن هناك عدم تناغم في كل هذه الجهود. Organisations qui sont là, ou bien des agences pour l'emploi des jeunes qui relèvent du ministère de la Justice, d'autres qui relèvent du ministère de l'Agriculture, d'autres qui relèvent du ministère du développement communautaire. Donc, il est important qu'il y ait une harmonisation des politiques, il est important qu'il y ait une synergie d'action, et surtout, il est important qu'il y ait une évaluation de ces projets et programmes. Le deuxième problème par rapport à ces programmes également, c'est que il y a pas une communication adéquate. Donc la majeure partie des jeunes, surtout les jeunes de la banlieue ou les jeunes dans le monde rural, ne savent même pas que ces programmes existent. Donc l'État gagnerait à ce que qu'il y ait une communication la plus large possible pour pouvoir toucher le plus large un spectre plus élevé de jeunes. Pourquoi? Parce que le chômage des jeunes est endémique au Sénégal et c'est source de tension. Et ça fait des jeunes également vulnérables donc par rapport à la sécurité publique, déjà dans la capitale ou dans les grandes villes. Mais dans la périphérie, disons, dans le monde rural, sont également. فبالنسبة للمجموعات الجهاديين، فأعتقد إن من المشاكل الأساسية
يعني بالنسبة إن الشباب لا يستطيعون، أعتقد أن الطاقة التي يستخدمونها أو في على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون أو تستخدم بصورة أفضل، وأن هذا المنظور يمكن أن يصل إليهم. على سبيل المثال، كان هناك إصلاح كبير من حيث أرمين مثلا في تجنيد الشباب، 3,000 شاب في كل عام اللي هم في القوات العسكرية في كل عام، ولكن بعد سنتين من الخدمة العسكرية يتم إطلاق سراحهم، وهذا لا يصلح الوضع. فبالتالي الجيش الآن له برنامج يساعد الشباب أن يغادرون القوات العسكرية ويبحثون عن الوظائف وتدريب، وقبل أن فأهم شيء هو أن نقوم بتدريب وتثقيف الناس، يعني من الثقافة وغيرها والجوانب المختلفة، وبالتالي يعني كثير من الجنود بعد أن ينهون خدمتهم العسكرية ممكن يحصلون على بعض التمويل. وأيضا أعتقد أيضا أن في السنغال يعني لدينا شرطة أمن، ولكن مهم جدا أن الشرطة يتم دعمهم وقدراتهم، يعني يتم زيادة قدراتهم. يعني منذ عدة سنوات السنغال كان لديها ما يسمى شرطة البلدية، وهي لا توجد الآن، ومع مسألة اللامركزية التي تمت في الآونة الأخيرة، والآن لدينا هناك يعني أقسام ومدن لديها تنمية اقتصادية وكينونات مختلفة وشرطة محلية. فمن حيث المهارات التي نحتاجها، نحن بنستخدم الشرطة المجتمعية لمساعدة المجتمع المحلي لرفع مستوى التوعية، وأيضا هذا يقوي من الثقة بين الشباب وبين القوات الأمنية والقوات الدفاعية. وهناك أيضا فهم لي أن الشرطة تقوم بعملها وهي شرعية، ولكن لابد أن نتأكد أن مع الشرطة المجتمعية أن بنحتاج إلى الشرطة المجتمعية في كل القطاعات، في المناطق الريفية وفي المناطق الضواحي، وبالإضافة إلى المناطق في الحضرية. وإن الشرطة المجتمعية بتقوي من الثقة بين قوات الشرطة والشباب. شكرا جزيلا على هذا العرض. عفواً، أعود إلى الإنجليزية مرة أخرى. شكراً سيد العقيد على هذه المشاركة الفصيحة من السنغال. الأشياء اللي سمعناها من كل الزملاء هي مشاركة الشباب هي مهمة جداً، وطريقة القيام بها هي عن طريق خلق فرص وبيئة للشباب. والشباب هم كما قال الدكتور روكس أنهم بالفعل بدأوا الشباب في المشاركة، ولابد أن نرفع أصواتهم.
وهذا هو موضوعنا اليوم. قبل أن ننتقل إلى الأسئلة والأجوبة، إذا الزملاء يحبون يطرحون أي أسئلة اكتبوا الأسئلة في خاصية الدردشة باللغة الإنجليزية والبرتغالية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، وسوف نقوم بعض الأسئلة. ننتقل للدكتورة كات كيلي، حسألك السؤال الأخير قبل أن ننتقل إلى الأسئلة والأجوبة. هل ممكن تعطينا يعني من أفكارك الشخصية عن قادة أفريقيا أو في الولايات المتحدة، وكيف يمكن أن للقيادات أن يشاركوا الشباب في العملية السياسية؟ شكرا جوال. أعتقد أن هناك شيئان أو لدي بعض الأفكار المتعلقة بالشباب وماذا يفعله الشباب. دعني أبدأ بذلك وسوف ندخل في النقطة اللي بعدها. وهذا أيضا يعني المسح الذي تم منذ 2019 حتى 2021 في العديد من الدول الأفريقية، من أحد وجدنا يعني بطريقة غير مباشرة لمشاركة الشباب. هناك طرق أيضا مباشرة كثيرة، يعني 14% من صناع السياسة لما أقل من 40% أقل من 40 في سن 40، فهذا حسب المسح اللي قمنا بعمله. أحد العناصر الرئيسية اللي بطريقة غير مباشرة كيف أن تلعب حوكمة القطاع الأمني، من اللي هو بيشارك في هذه المؤسسات الرسمية التي ذكرناها، حتى إذا لم يكن هناك يعني شباب أو هم في مستوى الحكومة المحلية اللي بيعكس نسبة السكان أو نسبتهم في وسط تعداد السكان. فمعرفة بعض القضايا الرئيسية هي مسألة مهمة، بالإضافة إلى الأشياء الأخرى اللي الشباب يكون بها لتشكيل حوكمة القطاع الأمن. أما بالنسبة للسؤال عن خلق فرص العمل، أعتقد أن نحن نعلم أن هناك خدمات الشباب الوطنية أو برامج الخدمات في الدول الأفريقية المختلفة بتجذب الناس اللي حتى اللي بيسمعونا إلى الندوة اليوم. والساسة كيف تكون هذه البرامج وما هو الغرض منها وكيف أنها تصل إلى المناطق الريفية والحضرية للشباب اللي بيرحبوا بهم، وكيف أنها تشكل كيف أنهم يتعاملوا مع القضايا المختلفة التي تهمهم. فهناك مدى واسع من توجيه الشباب وبرامج الشباب، ومع في النقاش المستقبل ممكن أن نصل إلى هذه النقاط والفرص اللي هي المتاحة للشباب والقادة في أفريقيا. والولايات المتحدة بيشجعون على هذه المشاركة. هناك طرق مختلفة للنظر إلى الأشياء على مستوى الحكومة، ومن حتى من عملي السابق كنت بشتغل في مع المحاميين، نقابة المحاميين، ويقدمون الدعم للناس في الدول الأفريقية المختلفة اللي بيقومون بأعمال القانونية المجتمعية، لأننا بنتعامل مع فض النزاعات اللي هي بصورة رسمية أو الغير رسمية، ونرافق الناس اللي هم يريدون يوصلون إلى محاكم الولايات. وأنا كنت بدعم هذا العمل من واشنطن، وحتى حين كنا ننزل إلى وسط أفريقيا أو مالي أو دي آر سي. الشباب خاصة الشباب في المناطق الريفية هم رئيسيين اللي مساعدوا الناس. لماذا أن هذا؟ ما هي المصادر الأخرى المتاحة لهم إذا ظهرت بعض المشاكل والتحديات الأمنية الموجودة في مجتمعهم والذين يعملون في مجال القانون؟ وأعتقد أني رأيت أو أن هناك مستمر دور كبير بيلعبه الشباب في الوصول إلى العدالة أو حتى في الوساطة أو رفع مستوى الوعي مثل هذه الأمور. أعتقد أن الحكومات المركزية ممكن أن تشجع عليه، خاصة في المناطق اللي فيها مساعدات قانونية
ويبدو أن هناك فرص كافية للشباب الذين يريدون أن يدعمون هذا القطاع الأمني. وأعتقد أن العقيد نياي يتكلم عن الأيام المفتوحة في المحكمة، هذه وسيلة سهلة لأن يكون في هناك نقاش مستمر وبناء الشبكات للعلاقات بين المجتمع المحلي والشرطة، وهذه الشبكات التي تقوي من هذه العلاقات والوسطاء من المجتمع المحلي وإجراءات الاستراتيجية والسياسية. وأعلم أن الدكتور جوال أنت بتقوم في المركز الأفريقي عن وضع استراتيجية أمن قومي، وهناك هذه الإجراءات بتتم في دول مختلفة في مكان المجتمع المدني في بطرق مختلفة، فنعطي مجال لها. وأخيرا أن هناك هذا العنف، أن كيف أن القوات الدفاع والأمن بيشاركوا مع المجتمع وأن القادة ممكن أن يركزون عليها. العقيد دياي أعطانا فكرة عن كيف هذا بيتم في السنغال، وهذا جانب آخر ممكن يعني نشتغل عليه بحيث أن الأمور تكون أكثر فاعلية. وأعتقد أن أيضاً المانحين بالإضافة إلى الدول الأفريقية والقيادات أن يأخذونا في الاعتبار. وأخيراً أقول أن البرامج مثل برنامج زمالة مانديلا واشنطن اللي كان لدينا الامتياز أن نتعاون معهم في مركز الأفريقي عن القضايا المتعلقة بسيادة القانون والأمن والحوكمة والتفكير الاستراتيجي، هذه يعني متثير الإعجاب الحقيقة بين يعني على الشباب. وهناك العدد الكبير من الناس الذين يهتمون بتحسين وضع المؤسسات وتقوية القطاع الأمني وأكثر صلابة. وعلى الجانب الأمريكي أننا ندعم البرامج مثل هذه البرامج ونقدم لهم بالأدوات التي يحتاجونها للاستمرار بمثل هذا العمل. شكرا جزيلا للدكتورة كالي ولكل السادة المتحدثون على هذه المشاركة الممتازة، ونشكر الذين يتابعون أيضا على عبر الإنترنت، ونتمنى أن تكون مفيدة بالنسبة لكم. بعلم أن في هناك اهتمام كبير من الدكتور روكس والدكتور كيلي والعقيد ياي، لابد أن نتحدث عن دراسة حالات والدروس المستفادة، واليوم نحن بنستخدم السنغال كدراسة حالة من الدروس المستفادة، ومن خلال الجزء الخاص بالأسئلة والأجوبة سنعطي مجال للعقيد ياي ليعطي أفكار أخرى عن كيف أن الشباب عنده بيشاركوا يجاوبون عليها. وأنا كميسر الجلسة سوف أعرض الأسئلة على المدير. باقي حوالي 30 دقيقة، ننتقل الآن إلى الأسئلة. أبدأ، هناك سؤال مع الدكتور روكس. دكتور روكس، هناك زميل بيسأل على الفرص الموجودة للشباب لكي ينخرطوا في السلام والأمن في القطاع الأمني خاصة على المستوى المحلي. هذا سؤال للدكتور روكس والعقيد نياي. هناك سؤال عن شخص بيسأل سؤال عن مسألة عدم الثقة ما بين الجيش أو القطاع الأمني والشباب، ويريد أن يعرف ما هي الاستراتيجيات التي تقوم بتوصي بها لكي تغير هذا الرأي اللي موجود لدى الشباب عن القطاع الأمني. سأبدأ بهذان السؤالان، ثم بينما تأتي الأسئلة سوف أطرحها على الدكتورة كات كيلي. في شخص بيسأل عن كيف يقوم بتمكين الشباب لمكافحة الفساد المحلي، هذا جزء أيضا من الحوكمة والنظام الذي نتحدث عنه. سأبدأ بالدكتور روكس ثم العقيد نياي ثم كات. الدكتور روكس تفضل. Rephrase it to be how can youth involvement in peace and security at the local level be further encouraged, because I keep insisting they are there, they are doing a lot of work. And I'm going to give an anecdote using one of my current واحد زملائي
في يعني الأمم الممثلين من وسط أفريقيا. كان في برنامج بيتعامل مع القطاع الأمني في السجون، وهو يعني إذا كنت تبحث عن المنظمات المحلية كان بيفكر في لماذا الشباب الذين دخلوا السجون أو يتم إصلاحهم خرجوا من السجون، يعني كانوا بيسببون يشكلون تهديد للمجتمع المحلي والمجتمع الأكبر. فكان تقديم الخدمات والتفاعل مع السجناء السابقين من خلال برنامج يسمى بالسجناء الذين خرجوا، وما وجدناه هو أن هذه المشاركة قامت بعمل شيئين. يعني ما فعلته هو أنها فتحت أعين القطاع الأمني إلى الدور الإيجابي التي يمكن أن يلعبه الشباب والمنظمات الشبابية في مساعد في نظام السجون في إصلاح اللي هم السجناء، لكي نتأكد أن اللي هم يعني موضوعين ما يجب أن يفعلونه هو يكون وضع والتهديدات عندما يتم إطلاق سراحهم يقل، تهديداتهم تقل أو يخفف. فكثير من هؤلاء الأشخاص يعملون مشروعات من المهارات التي تعلموها، وأتمنى إن كنت أعرف إن هذا السؤال سيأتي كنت أعطيكم فكرة عن بعض المنتجات التي قمنا بإنتاجها، أن هؤلاء هم يستفادوا من هذا النظام والآن يستثمرون وقتهم ومواردهم، وهي لها تأثير تعاقبي. فهذا أحد الأمثلة. طريقة أخرى يعني هناك يعني هذه المبادرة الآن حصلت على ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن على اطراف على الصعيد الإقليمي والصعيد القاري، وبتساعد الشباب في التفكير في كيف يمكن أن يتفاعلون، وبتعطي المؤسسات هذا النظرة البديلة عن من هم الشباب وأدوار الشباب في القطاع الأمني وحوكمة القطاع الأمني والمجتمع ككل. فكيف نشجع مثل هذه الأمثلة؟ أولاً أن نعترف أنهم موجودون، وكلما كانت هناك مرونة ومشاركة بحيث أن الشباب وشبكاتهم ومنظماتهم ومؤسساتهم استطاعوا أن يتعاملون، لأن أحياناً بيكون عندهم الحل للمشاكل. فكيف نقوم بعمل ذلك؟ هذه أحد الطرق، لابد وأن تكون تصل إلى مستوى اللي هو بحيث أنها مهمة. فكيف أن هذا يتم على المستوى المحلي؟ حسب السؤال على المستوى المحلي ما هي الأنظمة؟ السياق مختلف. إذا كان بعض السياق إن يكون هناك يعني سلطة تقليدية قديمة، ممكن نستخدم هذه السلطات التقليدية لتعزيز البرامج والمبادرات للشباب إلى المجتمع. وفي بعض الحالات في المجتمعات إنهم يعني بيكونوا كاثوليك أكثر من البابا نفسه أكثر، فحيث أن المؤسسات الدينية هي المكان الذي ممكن نذهب إليه في هذه الحالة. فلابد أن نحدد ماذا يصلح في أي مجتمع، ولابد وأن نعرف إيه الشيء اللي يصلح للشباب، وأن الشباب هم أفضل في وضع أفضل لكي يعطونا نصائح بشأن ما يصلح بالنسبة للشباب. شكرا جزيلا دكتور روكس. الآن أنتقل إلى العقيد جاي. شكرا. أعتقد أن جاوبت جزئيا عن هذا السؤال عن طريقة إعادة ترسيخ الثقة بين الشباب وبين القوات الأمن.
كما ذكرت سالفا أن هناك طلب اجتماعي وفي عدد كبير من الشباب في السنغال، والسنغال على المستوى الديمقراطي سمحت للشباب أن يعرفون حقوقهم ويحتجون عندما لا يأخذون حقوقهم. ومن حيث لابد أن نعمل أيضا في المدن، وهناك فرق ما بين المدينة وبين المنطقة والمناطق الريفية. فالقوات الأمنية بينظر إليها على أنها قوة المنع، فنرى هذه المظاهرات والاحتجاجات، فلدي مسؤوليات كبيرة للوصول إلى النظام العام. فبنبدأ وأيضاً ينزلون نسبة عالية من البطالة، ولا أعتقد أن هذا الحل، أن لابد أن ننسق الجميع وكل المشروعات التي تستخدم خاصة في لكي يكون لدي موارد متاحة، وكل البرامج الموجودة حالياً كما ذكرت سابقاً لا يوجد هناك تقييم ممكن أن نثق به من حيث النتائج هذه البرامج ومن حيث متطلبات المجتمع العام. السنغال لديها أدوات ولديها أدوات لتقييم هذه البرامج والمشروعات التي تم تنفيذها وفهم هل استجيب إلى الاحتياجات الاجتماعية أم لا. في السنغال هناك هيكل يسمى بيما، برنامج لحالات الطوارئ وموضوع، وبيساعد النساء والشباب لكي يستجيبوا لاحتياجات المجتمع بطريقة عامة وفي المناطق الريفية. إذا الناس غير راضين، لا توجد كهرباء مثلا أو مياه أو وظائف، فهذا لابد أن نتصدى له. لكن اليوم هناك موقف مهم للغاية بالنسبة لقوات الأمن والدفاع عندما يتعاونوا معاً خاصة في المناطق الحدودية لتأسيس علاقات مع المجتمع ونفي باحتياجاتهم. هذا مهم للغاية لأن هناك اتصال متبادل ممكن نحل بعض المشاكل، وهذا أيضا يسمح بعمل حملات رفع مستوى التوعية على سبيل المثال خاصة في الحدود الشرقية والشمالية. هناك مسألة اللي هم البدو يعني في مالي وبعض الدول المجاورة الأخرى للسنغال، فهذه الجالية من البدو عبر الحدود بنحاول أن نعمل حملات توعية لإعادة توزيع الرعاية الصحية لهم والتعليم، وهذا بيقوي الثقة بين قوات الأمن وقوات الدفاع في تلك المناطق اللي بيعيش فيها البدو ويسافرون خلال هذا. مهم للغاية هذه المناطق، وأيضا نحارب تأثير الجهاد في الجهاديين في هذه المناطق عند الحدود الشرقية، وهم المعرضين لتهديد أكثر من قبل الجهاديين في منطقة السواحل. فإذا نظرت إلى
هذه المناطق خاصة في الحدود الشرقية واحتياجات الصحية للمواطنين هناك. لابد أن نفهم أن هناك يعني عند الحدود أن الجهاديين وهناك وحدات جديدة تم إنشاؤها من قوات الدفاع للتصدي لهذا الأمر. فتعداد السكان لابد أن يكونوا في حكومات مناطق الحدودية، وهذا موضوع أعتقد أنه تم في فبراير عام 2020 الذي يسمح بهذه المناطق أن تحكم بصورة أفضل المناطق الحدودية. وأيضا الاتحاد الأوروبي أعطى بعض الأدوات للتعامل مع الحدود، وأيضا قاموا بتقوية التعاون بين الدول الحدودية. هناك بعض الأدوات التي وضعت لعمليات عند الحدود التي تضم مشاركة الشباب، ومن حيث السنغال استخدمت هذه الاستراتيجية وتبنتها خاصة في إدارة شؤون المناطق الحدودية. فالبرامج اللي هي برنامج يسمى الجار الجيد للشباب هي عبارة عن حوار ونقاش مع الشباب لتقليل من الأزمات وتقليل من النزاعات، وأشخاص من الدول المجاورة في المناطق الحدودية ضمن النساء على سبيل التحديد، ونسبة لغامبيا واستطعنا أن نأتي بشباب من الدول المختلفة لكلتا الجانبين نركز على أشياء محددة أو التوازن بين الجندر أو النوع الاجتماعي. هذه القضايا المختلفة، هذه البرامج اللي هي عبر الحدود بيدعمها الاتحاد الأفريقي، وبتقدم دعم لهذه الجاليات اللي هي يعني معرضة اللي هي تعتبر ضعيفة في هذه المنطقة. شكرا العقيد جاي. ننتقل إلى زميلتي كات كالي للرد الأخير. لا أخذ وقتي، نعرف في أسئلة كثيرة. كيف تمكين شباب مكافحة الفساد المحلي؟ سؤال سهل جدا، ولكن أقول مسألتين أتمنى تكون مفيدة. أن أعتقد أن الشباب اللي بيشتغلوا على مثل هذه الأمور قد يعني أو هم بيتشبيك يعملون التشبيك والتحليل على المستوى المحلي، اللي بيكون بعمل المناصرة، والذين يقومون بعمل النشطاء الاجتماعيين بيشاركوا مع أنشطة مختلفة اللي بتعربها بتلعب دور أدوار مختلفة اللي ممكن أن تستخدم عندما يكون هناك تنسيق وتبادل الخبرات. هذا بيبدو على أنه عنصر مفيد في من ناحية تاريخية. آخر 10 سنوات بعد هذه الرغبات تم الإفصاح عنها من قبل الشباب في السنغال، شاهدنا يعني سير مخشد المواطنين وفي الكونغو، والشباب بيشاركوا وهناك طرق مختلفة، يعني أشياء شاهدناها على مستوى العالم وهي بنفس القدر من الأهمية. فأنا ذكرت العمل النشطاء بالإضافة إلى العناصر التحليلية لها. وأعتقد أن شيء آخر مهم بالنسبة لنوع المشاركة على المستوى المحلي
الاستراتيجية ويفكرون بطريقة استراتيجية وأن يكون هناك تحليل سياسي واقتصادي للسياق المحلي لأن كل سياق مختلف عن الآخر وكل أشخاص أو مجموعة فهذا يعني تحليل من هم اللاعبين الآخرون في على الساحة اللي بتاعنا نعمل بها فما هي أيضا الحوافز المتداخلة أو نحمل تقييم جيد لمن هو هناك فكيف هذا يتم على المستوى الوطني وخاصة مع مؤسسات اللي هي مكافحة الفساد وهل هناك أعضاء من البرلمان المهتمين بهذه القضية فالرد حيكون مختلف وهل هناك مسؤولين محليين أتوا بهم إلى هذه يعني الأجندة فهذا بيعتمد على طريقة التحليل فأعتقد أنه هي تم بالطريقة المقصودة بها لأن حسب السياق كله بيعود إلى شكرا جزيلا شكرا دكتورة كيلي l'impact sur les femmes et les hommes dans les forces armées sénégalaises. Je vous donne la parole. Merci. Shukran. Comme vous le savez, l'intégration des femmes dans les forces armées. على ضوء ذلك نحاول دائما وعادة أن نقوم بالكثير من جهود دائما ونبذلها قدر المستطاع وعلى ضوء ذلك فنحن دائما عادة مثلا في بعض الحالات كثيرا ما نحول كافة جهودنا لهذا فالكثير من التفاصيل المختلفة التي تنزع فكان في تحدي جيد كبير كان علينا أن نجد أن نحول هذه المشاكل فكانت مشكلة في البداية فكان علينا أن نبني بنية تحتية ثم توجهنا نحو الشرطة والجندرمرية ودربنا النساء كي يستعملن الأسلحة حتى وكانت هذه تحديات بصراحة كان علينا أن نأخذها في الحسبان وأن نعمل عليها ثم عملنا على استراتيجيات كي نشمل أكثر وأكثر النساء في القوات المسلحة أكثر كي نرضي الجانب الإناث في القوات وأن نتابع ما يحصل في الوحدات المختلفة مع النساء كي نتابع فالنساء كي نضمن أن النساء مشمولات في كافة الوحدات لأنه كان في عدم توازن وأن نعالج هذه التفاوتات كان علينا أن نستمر باستمرار وكان فتمكننا في القيادة العسكرية مثلا كانت الرجال هي التي تحصل هو الذي يحصل على لكن في العام الماضي النظام تم تبديلها وتحسينها والمنحات الإضافية في الرواتب ازدادت وزوجها أيضا فهذا كان شيء فقط للرجال وكان هذا إصلاح كبير لأن في الماضي النساء كنا يعملن في أشياء وظيفية وكان علينا تدريبهن فقط في هذا المجال فلهذا لكن في معظم الوقت في الماضي النساء كنا تعمل فقط في دور وظيفي إداري الاستراتيجية هنا الجديد كانت
تم تبنيها وهذه الأمنية كي نرضي الاحتياجات وأيضا أن يكون لدينا إمكانية النساء أن نستفد كي تستفدنا من هذه الفوائد التي تتلقاها الرجال أيضا. شكرا جزيلا سيادة العقيد. شكرا روث. لدي السؤال من أحد زملائنا وهذا بصدد العقيد جايز حول موضوع التوظيف ودكتور كتكاليس وتعليقها على البطالة أيضا. بفهمكم حول الشباب الذين يطالبون بالأمن في الاتحاد الأفريقي والبلدان الأفريقية كيف يخاطبون قضايا الفقر عبر الحدود والمتفشية في البلدان؟ لديك 3 دقائق لتجاوب عليها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بصراحة بطالة الشباب يعني لدي منطلق ومنظور مختلف حول هذا. أعتقد أول مكان نبدأ منها هي ما هي الفرص أصلا، والفرص الموجودة هنا في عالم اليوم هي ليست بالضرورة هي التقليدية بالمجالات التقليدية التي تكونها مثلا وظائف حكومية أو أدوار. هذا ليست مثلا الاي سي تي والفينتك وما تسميها بال من ليست التيك توك وإنما أو المؤثرين على المواقع التواصل. هذه وظائف قطاعات جديدة تظهر على الساحة. فما أفعله إنه دائما أنا أقول إنه هي ماذا وكيف يمكن أن نشجع مؤسسات مثلا مؤسسات الاتحاد الأفريقي كي يروا وأن يعترفوا بوجود بهذه الأشياء التقليدية، حيث الشباب هم الأنسب لدخول هذه المضمار أو المجالات والقطاعات، وأن يعترف بها كمجالات وظيفية للدخل، حيث يجب أن تذهب أو توجه التحفيزات الحكومية إليها من تخفيضات ضريبية إلى منح مالية لتشجيع هذه القطاعات الجديدة. أتذكر في نيجيريا في العام الماضي عندما كان في مسألة حول تويتر، وكان في الكثير من ليس من الناس العامة وإنما المستعملين لها لأعمالهم التجارية، فالناس تذمروا وقالوا إنك بتأخذ مصدر عملنا منا. فهذا بتعني إنه يجب أن يكون في نوع من الاعتراف ونوع من القبول بدور هذه المواقع في الإعلام، مثلا كونهم إنها تستعمل لهجوم للمهاجمة على الحكومة كصوت لنبرة المعارضة. كلا، يعني هنالك أشياء كثيرة. حتى ACFC شيء آخر، هل الشباب يعرفون ويدركون طاقتهم الكاملة في هذا المجال وكيف إنه يمكن أن يستعملوها لتسيير وجهة عملهم، وكيف يمكن أن تحرك وفتح القنوات السفر، كيفية الذهاب إلى بلد آخر لمدة مثلا 93 يوم دون الاحتياج إلى فيزا. فهذا هو التفكير والعقلية الجديدة التي نحتاج إليها. ففكرة أن تتوقع من الحكومة أن يكون لك وظيفة فهذا أصبحت فكرة بائدة وقديمة وعتيقة ولن تنفعنا في المستقبل. شكرا دكتور روكس. شكرا دكتور كيلر وشهد سيادة العقيد. على هذا أود وبالنيابة عن المركز الأفريقي ومركز الشباب وبرامج الشباب، أحب أن أشكر كافة المتحدثين. تعلمنا الكثير منهم جميعا، حيث يمكن جميعنا أن نجزئ كافة معلوماتهم الثرية التي أعطوهم إلينا في هذا الندوة. أحب أن أشكر أيضا شكر جزيل إلى المشاركين الذين انضموا إلينا من مسافات بعيدة، وللجميع الذين في أماكن أخرى منهم الذين في الولايات المتحدة. شكرا جزيلا إلى المتحدثين الأخرى ولمشاطرتكم للأسئلة، وأسئلتكم كانت مليئة بالمعلومات الثرية. وعلى هذا أود
أن أقول أن التسجيل ستكون موجود على موقعنا، فالذين منكم يود أن يقوم بمراجعة ما تم ذكره فتفضلوا، وشكرا مرة أخرى لمشاركتكم وانضمامكم إلينا. شكرا ومع السلامة.